أهلا وسهلا، شكرا على الاستماع. هذه موجة صباح، مواصلين معكم حتى النص النهار. القيروان أم المدائن، عاصمة الغالبة، القيروان واحتفالات المولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولد مبروك على الأمة الإسلامية الكل وعلى التوانسة الكل. القيروان في أبهى حلة، القيروان تتزين، القيروان تستعد للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. بعد عم ناول نعرفوا شنو اللي صار، عم ناول نعرفوا انه ما صارتش نظرا للوضع الصحي اللي صاير في تونس، وهذا منطقي. لكن نعرفوا ديما سحر القيروان، خاصة في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. معانا مباشرة يسرى فراح، عضوة جمعية الاحتفال المولد النبوي الشريف بالقيروان. اهلا وسهلا يسرى، مرحبا. سلامة، مرحبا. مرحبا. إذا القيروان تستعد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. برنامج كنت قدمتوه في ندوة صحفية، أكيد عودة بعد انقطاع السنة الفارتة في 2020، القيروان تعود للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أكيد، كما تعرف وكما يعرفوا السادة المستمعين اللي 2020 تعدى عام صعيب على العالم الكل، كانت فيه ظروف استثنائية مما أدى إلى انقطاع دورة مهرجان المولد النبوي الشريف. هذاك علاش سنة حبينا نرجع، ولو انه في ظروف استثنائية زادة نظرا للوقت الضيق اللي تم الاستعداد فيه للمهرجان. طونك عطونا بريس 15 يوم باش نحضروا مهرجان كبير كما هذا. هذاك علاش كرسنا اعضاء الجمعية الكل من الهيئة المديرة للاعضاء المشاركة وقتنا بالحق صباحا مساء ويوم الأحد في ظرف قياسي كبير، باش نحاولوا نوفروا لكم الأجواء الاحتفالية اللي تليق نتاع العادة، يعني اللي مستنسين بها في القيروان على العرض. بالحق على العرض. ديجا كما تعرفوا الدورات الأولى والثانية والثالثة اللي برسمي طلعت بالقروان بصفة الناس كلها تشهد بها، هذاك علاش حاولنا لو ماكسيموم بوسيبل ان الدورة الرابعة تكون في المستوى، ولو انه حبينا ما خير، ولكن ان شاء الله نعطوكم. ثم ضرورة، ثم ضيق الوقت زادة يسرى، ثم زادة الممكن الوضع الصحي، ثم بروتوكول اكيد. راهو اليوم زادة ماناش يعني في وضع طبيعي باش نشوفوا القيروان ممكن كيما شفناها في السنين الفارتة، يعني قبل ما نوصلوا للكوفيد في تونس. لكن مع هذا هناك برنامج، والقيروان تستعد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وباش نشوفوا احتفالات السنة يعني في ليلة المولد. ونعرفوا القروان يعني تصبح وجهة، يظهر لي معناتها وجهة تونس المحبذة ساعة هي في المولد النبوي الشريف. أكيد البرنامج يعني باش ناخذوا فكرة عليه، وشنو هو باش نشوفوا السنة في القيروان في إطار يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تعقيبا الساعة على البروتوكولات الصحية، ذيك علاش الدورة الرابعة اخترنا لها شعار القيروان تتعافى، وإن شاء الله يا ربي نرتاحوا من المرض من الكوفيد. بالنسبة للسنة عنا أربع أيام باش يكون فيهم مهرجان المولد النبوي الشريف. حاولنا لو ماكسيموم بوسيبل ان باش نقولوا احنا نشطوا اغلب الاحياء في القروان. هذيك علاش بدينا بنهار الجمعه اللي هو غدوه ان شاء الله باش يكون يوم الجلاء بطبيعته. عندنا برشا اللي هو الساعه سامحوني انطلاق المهرجان باش تكون فيه بعض الأنشطة اللي باش تكون عن بعد كما الندوة الإسلامية اللي باش ننظموا عن بعد. عنا كذلك المعرض الاقتصادي، معرض المخطوطات القيروانية، انطلاق بث الإذاعة الداخلية، وهو هذايا نعملوا لي تنشيط المسالك السياحية للزوار. الإعلان عن انطلاق احتفالية فرق الفولكلورية، تظاهرة عرض اللباس التقليدي، عرض الإسطنبولي أولاد العجمي، الفوانيس الطايرة هذايا باش يكون زادة في الفوانيس الطايرة باش تكون موجودة؟ موجودة إن شاء الله مع سبعة كيكة في ساحة الشهداء. حبينا حاجة جديدة سنة. العرض الكبير اللي هو أول عرض باش نسميه ونفتتحه به الليلة الأولى، اللي هو عرض صوفي ننده لسيت في أولاد فرحان، وديما عروضنا الليلية تكون يا الثمانية يا التسعة. نهار السبت عنا ندوة إسلامية عن بعد كذلك، حفل ختان الأطفال، ندوة حول المولد النبوي الشريف بين التراثي والتسويق الترابي، معرض الأكلة الزمنية في القيروانية، عرض تنشيطي رياضي، عرض سلامية
عبد الرحيم اللبين، عرض النشاط إنشاد ديني وليد القهويجي، الفوانيس الطائرة للمرة الثانية في ساحة الشهداء، كذلك عرض ضوء. مشهد جميل جدا فوانيس الطائرة باش تكون، يعني مشهد رائع، والناس عندك ما تتفرج وعندك ما تشوف. اي سورتو مع الضوء مابينغ هكا معناتها تكنيكمون بالحق حاجة يعني عندك ما تتفرج فيها وعندك ما تشوف فيها. تفضل يا سرواسل. أكيد عندنا العرض 9، العرض كبير، العرض الصوفي الفرحة في ساحة أولاد فرحان. بالنسبة لحد اللي هي نقول احنا ليلة المولد، عندنا دورة كينداب للمولد النبوي الشريف، عرض أنيس ولد الهادي سامحوني للفروسية، هذه باش تكون في فسطية الأغالبة، ندوة دعوة الإسلام إلى قيام التعايش والتعددية ومبدأ الاختلاف، خيمة تقصي سريع للكوفيد مع التوعية عفوا وتحسيس، هذه بلين نحب نعقب عليها لي احنا زادة متجندين في المهرجان لتوزيع البافيت ونحاولوا لماكسيموم نوفروا التباعد بين الاشخاص. اكيد مع احترام بروتوكول الصحي. اكيد عندنا مدائح واذكار مع السي لحبيب البكوش، الخارجه الشخصيه اللي باش تكون على طول المسلك السياحي في القيروان، 8 عروض دينيه وترفيهيه موزعه في الساحات وفي المسالك السياحيه، عرض صوفي عشاق المولد، مسابقه في طبخ العصيده، حفل انشاد ديني وسرد السيره النبويه، عرض ضوئي كذلك للمره الثانيه، وختام اليوم الاحد اللي هو بعرض صوفي المدحه مع 9 متاع الليل نهار الاثنين ان شاء الله. تتواصل يعني زاد نهار المولد. عن عرض انشاد ديني، عرض فولكلوري سامحني، عرض فرجوي فرسين وجحفه ورثات اطفال، تنشيط سرد القصه المولديه، عرض انشاد ديني، خرجه المولد باللباس التقليدي واللي هي الخرجة القروية، عرض حنين، محاضرة الرسول المربي، عرض صوفي رجال صبرة اللي هو باش يكون في اختتام يوم الاثنين، والاختتام ان شاء الله باش يكون نهار 3 في نهاية يوم الثلاثاء مع 8 متاع الليل، عرض المديح لسي شكري العياري بدار الثقافة. تبارك الله في كانجور هذوما في كانجور. يعطيكم الصحة جمعية المهرجان الكل، نظرا حتى لضيق الوقت، لكن كما كنتوا تسمعوا يعني برنامج الثري تقريبا يعني الحاجات اللي مستانس بها التونسي، الخرجة القروية، العروض نتاع المدائح، الانشاد الصوفي وغيره، والعروض الضوئية اللي باش تكون يعني خاصة في 100% ديني 100% حاجات مدائح وأفكار ومعناها حابين نتميزوا هنا. بالله نحب نعقب على حاجة بركة، نظرا لضيق الوقت حاولنا باش نوفروا للقراوة وللي باش يزورونا من برا، وبالمناسبة نوجه لك دعوة باش تكون بحذينا إن شاء الله في المولد. نعيشك شكرا. أعيشك. بالحق بعض الصعوبات الموجودة مش وقتها توا، ولكن راهو عنا شكون معناها شفت العروض هذه الكل باش نكرسوا رواحنا أعضاء الجمعية لمباشرة كل العروض هذه والتنسيق، وباش نحاولوا نسهروا على رعاية الزوار والقراوة ونحاولوا على قدر الإمكان باش نوفروا لكم الراحة والحاجة اللي تفرحكم. يعطيك الصحة، شكرا شكرا يسرى فراح، عضوة لجنة أو جمعية مهرجان الاحتفال بالمولد النبوي والشريف بالقروان. كما كنتوا تسمعوا برنامج ثري، برنامج متوازن، برنامج ينجم يمشي يلقى التونسي باش يتفرهد، خاصة نعرفوا يعني المكان وسحر المكان وسحر القيروان، سحر أم المدائن وعقبة بن نافع على تشوف البلاصة هذيك، يعني الاسباس اللي تصير فيه الاحتفالات ورمزية المكان أكيد، ومع الاحتفال مولد النبوي الشريف أكيد احنا ديما نحبوا القيروان، خاصة في ظل احتفال مولد النبوي الشريف، وكل مشاهد وكل صور اللي جينا واللي توصلنا من القروان والناس وبرشا ناس تمشي. دونك دعوه مجدده حتى للناس اللي تسمع فينا اللي باش تمشي الى القيروان، مشيو تفرهدوا احتفلوا شوفوا تفرجوا احضروا العروض، اديكوفرير الناس اللي عمرها ما مشات، اي اديكوفرير، وراي حاجه من مزيانه برشا. انا ما مشيت مره الحقيقه معناتها، ومشيت مره في فيديو وتصور. لا لازمك تمشي صحور، لازمك تمشي خاطر بالحق يعني ما عندك ما تكتشف وعندك ما تشوف في
اسباس هكا وجو محليه محليه. حب نمشي في ليله في ليله مولود. ثم دعوه هكا واجت لنا الدعوه نمشي راديو ميت حب نمشي. جو المولد جو المولد الحضره يا محمد يا جد الحسنين رجعين.